عناوين السنة بالنيوز. إبرام واختبار جديد مع الراب من مصر. عندي 15 سنة، أنا ابتديت أرسم من وأنا عندي 3 سنين. متحف الجيولوجي من بيروت والتعرف على تاريخ الإنسان. هيدا المتحف أهدافه أول شيء خلق هواية جديدة. من العراق أكثر القصص اللي بحبها الأطفال من الكتاب المقدس. قصص هواية الأطفال يحبوها وكلش كلش متعلقين بيها. أهمية طلب المشورة من الأهل. أنا مرشدة للتلاميذ بالمدرسة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج سنة بالنيوز. أنا غادي وأنا جينيفر. مثل ما تعودنا برنامج سنة بالنيوز وبرنامج أخبار يلي بعرفكم عن أخبار الأطفال بتلاقون على أمور عملية بتفيدكم بحياتكم اليومية، وأكيد رح منجاوب على أسئلتكم يلي أرسلتوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وننسى صوركم ورسوماتكم يلي أرسلتوها لألنا. كمان منرحب بالاستوديو معنا زميلتنا رومي يلي رح تطلعنا لطرق عملية حتى نقرأ الكتاب المقدس. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي. وكمان زميلتنا جوال خراط هي رح تعرفنا على اخر الصور اللي ارسلتوها لنا. مرحبا جوال. هاي غادي وجينيفر. نحن مسيحيين مش لانه ولدنا بعائله مسيحيه او لانه تعودنا على عوائد المسيحيين. نحن مسيحيين لانه عندنا اختبار خاص مع الرب يسوع. ابرام عنده اختبار خاص مع الرب وعنده شهاده عن عمله بحياته تقرير بالقدو. أنا اسمي إبراهيم أمجد، عندي 15 سنة، أنا ابتديت أرسم من وأنا عندي 3 سنين، كنت بحب التلوين وكنت بلون على طول كتب الرسم وكده. بعد كده على سن 9 سنين ابتدى بابا يجيب لي صور من على النت لرسم العين والمناخير وبق وكده، ابتديت أركبهم وابتديت أرسم الوشوش وحبيت الرسم جدا. أنا بستخدم الرسم دايماً في لما بيكون في خدمات وكده، يعني في الكشافة كان في قبل كده معسكر وكان متكون من ممالك وكده، وكان مطلوب مني إن أنا أعمل أرسم العلم بتاع المملكة. اللوحة دي تقريباً كانت على علم وكانت حاجة عمري ما جربتها رسم على قماش، لكن عملتها في ساعتين عشان أقدر أقدمها تاني يوم. أنا لما بعمل كده بحس إن أنا ربنا مديني موهبة ولازم أقدمها له ما تأخرش عليه فيها، فدايما لازم أديها خدمة لربنا. أنا من الجوائز اللي أخدتها والمهرجانات كان في مسابقة تبع سفارة الهند، والمسابقة دي كانت بتتعمل كل سنة، أنا اشتركت السنتين اللي فاتوا. هي المسابقة عبارة إن أنا بروح بيت السفير أرسم لوحة في ساعتين، والمفروض ده طبعا هما اللي بيدونا الورق وكده عشان يضمنوا اللي احنا اللي رسمين. بعد كده انا رسمت اول سنه صوره عن الملامح من الهند، السنه اللي بعديها كنت رسمت صوره عن مصر والهند، رسمت فيها غاندي والفراعنه، والسنتين انا طلعت المركز الاول على مستوى القاهره لمرحله اعدادي. من 3 سنين تقريبا دخلت في ورشه تبع وزاره الثقافه، ودي ورشه كانت طريقتها مختلفه في الرسم، يعني مثلا اعمل الوان في لوحه ومن غير ما افكر في اي حاجه واحول الالوان دي لصوره، والموضوع ده فادني جدا. بعدين من سنه تقريبا اشتركت في المدرسه في مسابقه جزويت جوت تالنت ورسمت صوره من سمغ، وفي الاخر بعمل بليتر فطلعت صوره غاندي، وفي المسابقه دي انا كسبت المركز الاول. لتاني سنه على التوالي المركز الاول لابرام امجد. فانا دلوقتي بقيت ارسم رسومات في وقت قليل جدا وفي عروض او في حفلات وكده، وكمان من احلى حاجه اللي انا بحب ارسم البورتريه وبقيت اتقنه كويس جدا مع انه من اصعب انواع الرسم.
وكمان من احلى الحاجات اللي انا بحب اعملها اللي انا اتعودت كل سنه في اسبوع الالام ان ارسم صوره المسيح في الكنيسه، ودي تقريبا حاجه انا بعملها من وانا عندي 8 سنين. دلوقتي ما بقتش ارسم نوع واحد من الرسم، لا انا ابتديت ارسم كوميكس و3 دي وبورتريه، لان وبعد كده انا عايز ارسم حاجات اكتر واكتر، لكن او بحاول اعلم نفسي من خلال النت وكده عشان ابقى مش برسم نوع واحد، لا انا عايز اوصل لمرحله اللي انا اقدر ارسم اي حاجه. وعشان كده عملت بيج على الفيسبوك اسمها ماجيك اوف ارت باي برام امجد، والبيج دي ابتديت كل شويه هنزل عليها كل صوري الجديده، وساعات بنزل القديمه عشان اثبت لنفسي ان انا اتطورت اكتر وابين للناس ان انا دايما بشتغل على نفسي عشان احسن من مستواي. اي حد عنده موهبه لازم يستغلها وما يضيعش اي وقت في اي حاجه مش مفيده، لان الموهبه دي حاجه ربنا دايما مديها لنا عشان نستغلها مش عشان نسيبها وخلاص. المتحف الجيولوجي ببيروت مخصص حتى يتعرفوا الاطفال على تاريخ الانسان وعلى الطريقه اللي كان يعيش فيها. شو في بالمتحف وشو الامور اللي ممكن يتعلموها الاطفال؟ ريبورتاج بيعرفنا اكثر. هاي، معكم جنى من السنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بافتتاح المتحف الجيولوجي والبيئي لنادي العلوم. خلونا نعمل جوله سوا بهالمتحف. خبرنا أكثر عن هالمتحف وأهدافه. هيدا المتحف أهدافه أول شيء خلق هواية جديدة عند الطلاب، عند الشبيبة، عند الجن، بدل هالهوايات اللي عم بتوصلنا على مجتمعنا اللي هي مش صالحة، مش منيحة لإلنا، تخلق هواية علمية ثقافية تقدر تودي لنتيجة تعطي لهالطالب إنه يصل لشيء حلو ملموس، مش إنه يكون شيء سطحي بيقدر يتعمق فيه. كيف انطلقت فكرة المتحف وشو بيحتوي؟ أنا كنت ولد صغير عم بيلعب بهالغابة بالطبيعة، كل عمري من أنا وصغير بحب ألعب بالطبيعة. شفت حجرة غريبة، ما شكلها حجرة عادية، شكلها مثل البزاقة، ما كنت بعرف شو معناتها. ليش قلت انا ليش هيدي البزاقه موجوده هيك شكلها بحجره وكبيره وكذا؟ ما بعرف، من سؤالات كيف سالت تعلمت انه هي اسمها فوسيل، ما كنت بعرف اسمها فوسيل، كنت ولد صغير. بعدين وبلشت من سؤال لسؤال جمع، اتحشر وجيب حجار ولمها الحجار وجمع، فكان صار عندي مجموعه حلوه وصار عندي ثقافه من وراء هالمجموعه جيولوجيه وإيكولوجية، ثقافة معينة صغيرة عقد ولد صغير. لما تخصصت بعلم الجيولوجيا بالجامعة جيت كان عندي هالمجموعة، صار عندي طورتها، جيت على بالصف بدي أشرح الجيولوجي والإيكولوجي بالصف لتلميذي ما يفهموا علي، حطيتهم هالحجار اللي هن كانوا هواية لإلي أو كوليكسيون مجموعة عملها الخاصة لإلي، لقيتهم حبوها وصاروا يتفاعلوا معه وصاروا يفهموا المادة الجيولوجي والإيكولوجي أكثر، وبلشت تكبر الفكرة انطلاقا من وراء تلميذي وكيف تقبلوا هالشي، وصرنا هيدا ووصل لآخر شيء لصار عندي هالمتحف هالمجموعة الكبيرة اللي كلها سوا. فيك تخبرنا أكثر عن شو بيحتوي المتحف؟ هالمتحف بيحتوي على مجموعة كبيرة من الحجارة، من اللي هني المينيرو المعادن اللي هني أساس تكوين الصخور، بيرجع فيها الكريستال، أنواع الكريستال، أنواع المعادن، الحجارة المينيري بنسميها اللي بيستخرج منها المعادن اللي بيستعملها الإنسان، وبعدين كل الصخور العادية اللي بتكون منها لبنان والمغاور، بعدين المتحجرات
أكيد في صخور بركانية وبلوتونية. كمان في عندي المجموعة المتحجرات كمان كلها سوا، اللي هي مجموعة كلها من لبنان اخدينا من هنا. كمان برفقة لهالمجموعة الجيولوجية مجموعة من صور كلها أنا اخدها من الطبيعة، ودراسات أنا عملها، دراسات إيكولوجية وجيولوجية عن بيئة لبنان، لحتى نفهم شو بيئة لبنان وكيف بدنا نحافظ عليها. حماية البيئة بتبلش من العائلة للمدرسة للمجتمع، لأنه كل شخص مسؤول عن حماية الخليقة والاعتناء فيها. كانت معكم جنى من السنابل نيوز. رغم الاضطهاد والتهجير، ما زالت الكنيسة بالعراق حية ومتمسكة بالرب. شو هن أكتر القصص اللي بحبوها الأطفال من الكتاب المقدس تقرير بالقدو؟ أهلاً غدي. أهلاً جينيفر. طبعاً أكو هواية قصص بالكتاب المقدس، ومو كل القصص سهلة حتى يتعلمها الأطفال، فخلنا نشوف اليوم شنو أكثر قصص اللي يحبها الأطفال وشنو الطرق اللي يستخدموها المعلمين بتعليمها لهم، فخلوكم ويانا. قصص هواية الأطفال يحبوها وكلش كلش متعلقين بيها، وأكو قصص يعني يمكن ما يفهموها الأطفال، لكن أكو طرق بالأحادية نستخدمها إحنا ككادر أحادية نستخدمها إلهم على مود نوصلها، مثل الإسكيجات، بالأخص الحركات. الطفل كلش يتأثر بالحركات، فأكو حركات مثلاً البيت اللي مبني على الصخر وعلى الرمل، اوكي، هذا البيت كلش متاثرين بيه لكن ما كانوا يفهمون شلون راح يكون. فسوينا سكتش كلش بسيط، وسوينا انه شلون هذا البيت، سوينا بيتين وشلون جبنا هذا باور مال الهواء، اوكي، وسوينا وشافوا البيت اللي على الرمل شلون ينهار، والبيت اللي على الصخر طبعا مسوين اساسه كلش قوي، فالبيت اللي على الصخر ما ينهار، فلحد الان باقيه ببالهم. أكثر قصة تحبيها بالكتاب المقدس وليش؟ آدم وحواء، لأن يسوع قال آدم وحواء لا تأكلوا من هاي الشجرة، حواء أكلت منها الشجرة، فصاحت آدم قال لها تعال أكلي من هاي الشجرة، فهو أكل من هاي الشجرة. قصة شمشون، لأنه هو لما كان عنده قوة كانت القوة في شعره، فلما جو الأعداء قصوا شعره فهو صار ضعيف، وطلب من الله وصلى أنه يطول شعره ويكون أقوى وأقوى، والرب استجاب صلواته ورجع القوة أضعاف وأضعاف، صار أقوى من قبل. ومثل ما شفتوا أصدقائي، هواية قصص راح تبقى ببال الأطفال وراح يتعلمون منها إذا استخدمنا الطرق المناسبة بتعليمهم. نرجع لكم بالاستوديو غدي وجينيفر، مع السلامة. ما لازم نخاف من أهلنا، بالعكس لازم نكون صريحين معهم ونفتح لهم قلبنا. أهلنا حتى يساعدونا بالحياة، ما نخاف نطلب منهم المشورة، تقرير بالقدو. هاي، معكم منسة من السنابل نيوز. كتير من الأولاد بيخافوا يسألوا الناس الأكبر منهم، وهيدا خطر. كيف فينا نشجع الأولاد على طلب المشورة؟ خلونا نشوف سوا. أنا مرشدة لتلميذ بالمدرسة، ولقيت انه كان سهل عليهم انه يجوا وياخذوا نصيحه مني، بس ما بلشت هيك دغري الامور. بالبدايه انا بلشت مضي وقت معهم بالملعب، نحكي مع بعض بكل الامور، بالصف كمان لانه بعلم البعض منهم، فصار في عنا علاقه حلوه بيناتنا، فبنحكي بكل الامور وبيعرفوا انه انا بهتم لامرهم وبحبهم، فصارت عندهم شغله طبيعيه انه يجوا لعندي، ولما يكون في عندهم شيء صعب يطلبوا نصيحة ويخبروني كل شيء من دون ما يستحوا ومن دون ما يخافوا. وهذا الشيء هو يعني هذه النقطة الأولى يلي بدنا نحكي عنها، يلي هي إنه لازم نبني علاقة قوية بين الكبير
والولد يلي جاي لعنده، وإلا ما لح يتجرأ الولد يجي ويطلب نصيحة. مثلاً في عنا ظروف بالبيت بتخلي الأهل يمكن يشتغلوا كتير ساعات طويلة وما بيمضوا وقت مع أولادهم، فما بنستغرب إذا ما كانوا يومياً عم بيحكوا بالأمور العادية تبع الحياة، إنه لما تجي الأمور الصعبة يجي الأولاد ويحكوا يحكوا مع أهلهم. فلازم تكون عادة يومية إنه الأهل والأولاد يحكوا سوا لحتى تصير شغلة عادية عند الأولاد إنه يجوا ويطلبوا نصيحة من أهلهم. النقطة الثانية اللي فينا نحكي عنها هي ردة فعل الأهل وردة فعل الكبار وقت يجي ولد ويحكي معهم عن شيء. كتير أوقات منتوتر بسرعة ومنصير نحن بدنا نقول للولد ليه عملت هيك أو كيف عملت هيك أو غلطت هون، ما كان لازم تعمل هيك. فأكيد ساعتها الولد ما لح يتجرأ مرة تانية ويجي يحكيني لأنه لح يتوقع أنه لح أعمل زيت ردة الفعل. فكتير مهم نحن نأمن جو من القبول للولد، أنه فيك تخبرني شو ما كان وأنا بحبك أنت بالأول قبل ما هالشغل المشكلة اللي عم تخبرني عنها، أنا بهمني أمرك أنت بالأول. ولما يحس الولد بالقبول وبالمحبة بصير يرتاح ويقدر يجي ويخبر أهله لو شو ما كان الموضوع ولو قد ما كان كبير أو صغير. أوقات لأنه نحن كبار وصار عنا خبرة بالحياة، لما يجي الولد لعنا بمشكلة معينة دغري بنعطيه التعليمات عمول 1 2 3 بيمشي حالك، وهيدا الشيء بيقطع الحديث عبكير وما كتير الولد بيستفيد وبيتعلم. الأفضل يلي فينا نعمله هو أنه نقعد نقول خلينا نحكي بالموضوع، خبرني شو بتفكر انت، شو بتقترح، نخلي الموضوع يتحول لفرصة تعلم، فرصة حوار وتفكير مع بعض. مش انا عندي كل الاجوبة ببعطيك اياها، لا انت كمان عندك اجوبة وعندك اقتراحات. اوقات لما نمرق بفترة صعبة منقول الافضل ما خبر حدا، بركي تضحك علي، بركي قالوا انه هذا شيء سخيف. بس بدي شجعكم انه لو شو ما كان الموضوع كبير او صغير لازم نخبر حدا، لانه هذا الشيء بيريحنا ونحن بنكتشف انه مش لوحدنا بالموضوع، نكتشف انه الشخص الثاني كمان مارق بهيك شيء. اذا انا عم بحكي معك كشخص صغير بقول لك روح وخبر شخص كبير بحياتك عن الشيء اللي عم تمرق فيه، واذا انت شخص بالغ اهل لهالشخص استاذ بشجعك انه تشارك قصة من حياتك عن لما انت مرقت بظرف مشابه، هيك الولد بيفهم انه هو مش لوحده، نحن كلنا مرقنا بهيدي الظروف وتعلمنا منها، فهو كمان في بالرغم من الظرف الصعب يتعلم دروس ويتقدم بالحياة. الرب يسوع المسيح هو اكبر مثال لنا لشخص بالغ ولكن بحب الاولاد، بيقبل الاولاد، الاولاد كانوا يتشوقوا يروحوا لعنده، فهيك لازم نكون للولاد بحياتنا. وانا بشجعك اذا انت عمرك صغير ويمكن بالماضي صار عندك اختبار مش كتير حلو مع شخص بالغ، بشجعك انه في اكيد ناس بحياتك بهمهم امرك، بهمهم يسمعوا لك، بهمهم يعطوك النصيحة المناسبة، وما بتحس معهم بالرفض، ما بتحس معهم بانه انت اقل اهمية. فبشجعك تروح عند الكبار بحياتك مثل أهلك وتحكي معهم عن أمورك وتطلب النصيحة منهم. وإذا أنت بعد ولا مرة جرأت تروح عند شخص كبير وتطلب نصيحة، شو ناطر؟ يلا روح، فيك تستفيد كتير من خبرات الأكبر منك ويصير عندك علاقة كتير مميزة وحلوة معهم. فيلا بشجعكم على هيدا الشيء. الأهل هن رفقاتنا، ما لازم نتردد أنه نتقرب منهم، هن أشخاص بيفهمونا وبدون خيرنا ومصلحتنا. كانت معكم منسة من السنابل نيوز. كثير منكم عم يرسلوا لنا صور ومعظم هيدا الصور التقطوها بعد ست التليفون وارسلتوها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن رح نعرض كل الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك والايميل مخصصين للبرنامج. رح ننتقل مع زميلتنا جوال تتعرفنا على صوركم. مرحبا جوال. هاي غادي وجينيفر، كيفكن اليوم؟ هلأ رح نشوف سوا صور اللي ارسلوها مشاهدينا على البريد الالكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. وأول صورة معنا لليوم من جون، يوانا وجوليان. Thank you على الصورة الحلوة اللي أرسلتوا لنا إياها. تاني صورة رح نشوفها سوا هلأ من جوجو ياسر أسعد. شكراً على الصورة الحلوة. ثالث صورة معنا لليوم من جوي باهر. Thank you جوي على هالصورة. وآخر صورة معنا لليوم من جويس. شكراً جويس على هالصورة الحلوة.
ما تنسوا مشاهدينا دايماً ترسلوا لنا صوركم على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. هيدا كان كل شي معنا لليوم. عودة لألكون غادي وجينيفر. ورح ننتقل كمان لزميلتنا رومي حتى تخبرنا شو عندها شي جديد لليوم. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي، كيفكن؟ رح نحكي اليوم عن الأفكار. في كتير أفكار بتدور بعقلنا وبتجي على ذهننا، منا الأفكار الجيدة ومنا الأفكار الغير جيدة. علينا نفكر فقط بالأفكار الجيدة لما تجي على أذهاننا. يعني إذا أجت فكرة على راسك تعمل شيء وشعرت بالخوف وعدم الأمان قدام هيدي الفكرة، وبتشعر إنه البابا والماما ما رح بيكونوا فرحانين إذا عملت هيدي الفكرة، يعني هيدي الفكرة غير جيدة، لازم تشيلها من راسك وما تفكر تعمل أي شيء ما بيرضي الأهل. خلوا الأفكار تكون دايماً صالحة ومفيدة ونفتخر فيها لما نحكي عنها ونطبقها. هيدا كان كل شيء لليوم. العودة لكم جينيفر وغادية. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا وغادية من وضعك ودعنا منشوفكم بحلقة جديدة. باي.